بعد حالة الحزن اللي بيعيشها الوسط الفني بعد وفاة وديع ابن الفنان جورج وسوف الكبير، عرفنا انه توفى نتيجة خطأ طبي بعد العملية الجراحية اللي عملها، وبعدها جاله نزيف حاد خلاه فارق الحياة. بس في كواليس خطيرة كشفتها جورجينا رزق ملكة جمال لبنان والزوجة السابقة للفنان وليد توفيق واللي قريبة من عيلة جورج وسوف. تعالوا نعرف سبب الوفاة الحقيقي وليه حذرت وديع اكتر من مرة لدرجة ان قلبها كان حاسس انه بيودع الدنيا، وايه سر اخر مكالمه بينهم اللي كشفت المستور. تابعونا لاخر الفيديو. الفنان جورج وسوف بيعيش اسوأ ايام حياته بعد وفاه وديع اللي كان بيعتبره اخوه وصاحبه وابنه، وكان بينهم علاقه خاصه جدا ما يعرفهاش غير القريبين منهم. وفي يوم من الايام وهم قاعدين بيتغدوا سوا انه عاوز ياخد رايه في حاجه مهمه، ورد جورج وقال له احكي يا اودي، وبعدها قال له يا ابو وديع انا راح اعمل عمليه تكميم معده. جورج ساب الاكل وضحك وقال له ليش راح تعمل هيك عمليه، انت تعبان يا اودي؟ فطمنه وديع وقال له لا يا بابا انا بخير نحمد الله، بس بدي انزل وزني. وبعدها طبطب جورج على كتفه وقال له انت هيك منيح مو محتاج عمليه، بلا هيك العمليه. بس وديع ما اقتنعش بكلام ابوه وكان دايما بيقعد مع نفسه حزين وبيراجع حساباته، لحد ما قابل جورجينا رزق اللي كانت بتزورهم باستمرار في البيت واتكلم معاها لانه بيثق فيها جدا وبيعتبرها زي والدته، وحكى لها اللي ما قدرش يحكي لأبو جورج وسوف، وقال لها إنه بقاله كتير بيتعرض لتعليقات سلبية من أصدقائه وزمايله ومن بعض الجماهير، والموضوع بقى تنمر مستمر على وزنه وشكله، وده مسبب له مشكلة في حياته. وردت عليه جورجينا وقالت له حبيبي أودي أنا بتفق معاك، أنت لازم تبلش رجيم طبيعي منشان تنزل من وزنك، وهيك الرجيم راح ينقص وزنك 4 كيلوغرامات، وبعدها راح تنقص وزنك كيلوغرام واحد كل فترة. ورد عليها وديع وقال لها أنا جربت هيك الرجيم أكتر من مرة بس مو بيجيب نتيجة، وزني بعده موجود مو بينزل جرام واحد. فبصت له جورجينا بابتسامة وقالت له مو تستعجل حالك، انت بلش الرجيم وراح تشوف النتيجة بعد فترة صغيرة وراح تحصل على النتيجة اللي بتريدها يا أودي، كل اللي مطلوب إرادة وتقليل كميات الطعام. بس وديع ما اقتنعش برضه بكلامها وكان حابب يغير وزنه وينزل من الدهون، وخصوصا منطقه البطن لانه كان بيضطر يشتري كل الهدوم واسعه عشان ما يبينش شكله اللي ما بقاش حابب يظهر بيه. وقال لها جورجينا انا قررت اعمل عمليه تكميم لمعدتي وهغير مسارها عشان حجمها يصغر وما استقبلش غير كميه قليله من الطعام، وبعدها هرجع رشيق وشكلي مقبول. بس جورجينا رفضت كلامه وطلبت منه ينسى الفكره لانها بتكره العمليات من النوع ده، وقالت له انها خطر ولازم يبطل تفكير فيها. بس رد عليها وديع وقال لها خلاص انا قررت اعمل العمليه وخبرت ابو وديع. وبتقول جورجينا ان قلبها كان حاسس ان وديع مش هيخرج من العمليه دي سليم، وعشان كده قلبها كان مقبوض قبل العمليه بيوم، فقررت تتصل بيه بس ما كانتش تعرف انها هتكون اخر مكالمه بينهم. واتصلت بيه قبل العمليه وطلبت منه يتراجع عن قراره ويفكر مره ثانيه، بس وديع رفض وطمنها وقال لها انها عمليه بسيطه مش محتاجه كل القلق ده. وبعد ما جالها تليفون بوفاه وديع قالت جورجينا انا لو كنت عارفه انه هالعمليه فيها هالقد مضاعفات ما كنت خليته ابدا يعملها لو شو ما صار، ولكنها اراده الله.